إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز بتقدم برنامج نجوم كافيه. ليش فل الهوى كان العمر إلنا، وين راح الهوى غاب الفرح عنا. عم فكر فيك كيف بحاكيك. ضيف برنامج نجوم كافيه ليوم الخميس 31 أدار الفنان والمخرج اللبناني برونو طبال، يلي رح يتحدث عن مسيرته الفنية عموماً بالفن وبالإخراج، وعن المسرحية يلي رح يقدمها بخمس نيسان قريباً ببيروت. نجوم كافيه كل ثلاثة وخميس الساعة 11 الصبح بتوقيت لوس أنجلوس كاليفورنيا، والساعة 9 المساء بتوقيت بيروت لبنان، مباشرة على الهواء لايف من إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز، وبتتابعوه بذات الوقت عبر تطبيق زوم من صفحة راديو ستارز على الفيسبوك. البرنامج من إعداد وتقديم الإعلامية اللبنانية ستيسي أفيديكيان أرابيان.